أعزائي المشاهدين قناة الصح والجمال، أهلا وسهلا بكم. يتجدد اللقاء معكم دايما كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة 10، بنلتقي بحضراتكم من خلال برنامج صوت الناشئين. ودايما وأنا أقول دايما إن صوت الناشئين هو صوت كل ناشئ وكل أندية مصر. زي ما قلت، بنغطي من سلبيات وإيجابيات، بالإضافة للتقارير وبالإضافة لأفضل البراعم لأفضل نجوم الجد. استعرضنا في الحلقات السابقة مشكلة التسنين، استعرضنا مشكلة تدخل المشاكل مع رئيس قطاع الناشئين فتح مبروك مع ياسر ريان، استعرضنا مشاكل كتير يعني. لكن اسمحوا لي في البداية، طبعا أنا بهني شعب مصر بفوز منتخبنا الأولمبي العريق وصعودنا لأولمبياد طوكيو. طبعا انجاز عظيم على فوز على فريق عنيد زي جنوب افريقيا بثلاثيه. بهني الشعب المصري وبهني كل جماهير الكره المصريه بهذا الفوز العظيم. اسمحوا لي ان احنا يعني عايز ابتدي بس زي ما قلنا، احنا صوت كل الناشئين وصوت كل الانديه ومراكز الشباب. عندي مشكله كبيره جدا، يمكن صورها معانا. كلمني بعض الناس من مركز شباب قرية دنقاش بأبشواي محافظة الفيوم، وياريت لو معانا الصور اسم محمد نعرضها. طبعا أنا بناشد السيد المحترم معالي الوزير الرياضة أشرف بي صبحي، لازم احنا واخدين تعليمات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الرياضة والرياضيين في مصر، ان احنا بنتحارب من الداخل ومن الخارج. فالنهاردة لما يبقى في مشاكل في مراكز شباب في قرى وشبابها مش لاقي ياخد فرصته ان هو يمارس رياضه ويمارس العاب، فده حاجه صعبه جدا يعني. اتمنى الساده المسؤولين في ابشواي محافظه الفيوم ان يكون في استجابه سريعه، يعني زي ما انتم شايفين معايا على الصور، يعني ده يعني مركز شباب مهمل بشكل فظيع. برضو يعني أتمنى إن حد من المسؤولين في الشباب والرياضة في وزارة الشباب والرياضة في معالي الوزير أشرف صبحي، لابد من إن احنا نعمل يعني لجان تبص على مراكز الشباب، ناس تشتغل. عايزين نشتغل بقى، عايزين نشوف مفيش مشاكل، عايزين نشوف يبقى كل ناشئ في مصر من حقه يمارس رياضة. لازم كل ناشئ يا سيادة الوزير أشرف صبحي بناشدك، لازم كل ناشئ لازم من حقه إنه يمارس رياضة. أبسط الأمور في مركز شباب قريته، مشكلة مركز شباب قرية دنقاش لابد من النظرة ليها بأبشواي بالفيوم. يعني إحنا النهاردة شفنا مركز شباب الجزيرة وشفنا مراكز شباب كتير النهاردة دخلت ضمن الخطة وضمن الإطار النهوض بيها، سواء بملاعبها سواء بالمباني سواء بكل شيء. أتمنى إن مركز شباب قرية دنقاش إن هو يعني الناس تبص له شوية، السادة المسؤولين تبص له شوية. برضو أيضا هتنقل لمشكلة كبيرة، برضو مشكلة مركز شباب الربع أو الربع زي ما بيقولوا ببلطيم محافظة كفر الشيخ. جالي رسائل كتير وانا بشكرهم على ثقتهم في برنامجي، ان احنا دايما مرآه لكل مشاكل ما تخص ده مركز شباب. زي ما حضراتكم شايفين شباب الرابع ببلطيم كلمني وناشدني ناس كتير من محافظة كفر الشيخ. زي ما انا قلت في البداية، لابد من حق كل مواطن، كل شاب، كل برعم ان هو يمارس رياضة. فالنهاردة انا مركز شباب قريتي مهمش، وزي ما انا قلت في البداية بناشد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هو يحاول يلقي الضوء ويخلي المسؤولين تشتغل شوية. لازم المسؤولين تشتغل شوية في البلد. المشاكل دي يعني أنا أعتقد أنها مركز شباب دنقاش داخل في 3 سنين، مركز شباب الرابع ببلطيم داخل في أكتر من 4 سنين. فين الشغل؟ فين الناس اللي بتشتغل؟ فين اللجان اللي بتمر؟ الناس دي بتقبض من الدولة، بتكلف الدولة. النهاردة أنا موظف في مركز شباب، بأول الشهر بروح أخد راتب من الدولة. طب أخد راتب وأنا قاعد في البيت؟ أخد راتب وأنا ما بشتغلش؟ ما يصحش طبعا الكلام ده. إحنا عايزين ننهض، إحنا بقينا يعني إحنا اتأخرنا كتير، وإحنا اللي علمنا الدنيا كلها. مصر
مصر هي اللي علمت الدنيا كلها. اتمنى معالي وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي يكون سامعني، او اي حد من الساده المسؤولين يكون سامعني، لان مشاكل مراكز الشباب كتيره جدا، في مراكز شباب مهمشه ما فيش حد بيبص عليها. فالنهارده احنا بنحارب حاجات كتير جدا، وبنتحارب داخليا وخارجيا، عايزين اولادنا. الرياضه بتنمي العقول وبتعمل نشء محترم. مش هطول في النقط ديت، لكن انا اتمنى خلال الاسبوع الجاي كم زي ما تعودنا في ميعادنا، اتمنى يكون في حل واستجابه. وانا بشكر كل من وثق فيا وبعت لي مشكله تخص مركز شبابه. اسمحوا لي اطلع بفاصل عن تقرير من مهرجان منطقه القاهره المقام في ملعب نادي المقاولين. بشكر كابتن محمد رضوان وكل مجلس اداره نادي المقاولين بالتعاون مع منطقه القاهره. عرس جمعه وسبت عرس في نادي المقاولين العرب. بشكر كابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين على الاستضافه الجميله. هنطلع فاصل لمهرجان برام اكاديميه المقاولين ونشوف ونرجع لكم تاني. على طول احمد ياسر، فرصه لملك كابتن الحاج، اوه قاعد رجب يا حريف، يا رجب يا عين يا رجب، الله يا رجب الله، اوت جول جول، هدف يخطف. لكن يا سلام، استلام ممتاز على طول من سيف. ده مين ده؟ ياسين نزيه، لكن تسديد، الله، جول. احمد احمد، اوعى اوعى اوعى، مش ممكن مش ممكن، جول جول، الهدف الثالث. رجب 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 رجب، يا ولد يا ولد يا ولد، اوه جول. سمير البديل يحرز اهدافه في جزاء. يا خالد قاعد، خالد تسديده وهدف الثالث. معكم من جديد من ملعب المقاولين العرب، بطوله دوري منطقه القاهره 2009. معانا النهارده نجم من نجوم المقاولين العرب الكابتن احمد عطيه، مدير اكاديميه المقاولين العرب. شرفنا في صوت الناشئين على قناه الصحه والجمال مع الكابتن محمد عبد الله. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. يا كابتن احمد، عاوزين نعرف النهارده ادائك في المباراه، كانت مباراه قويه الحقيقه ما بين اكاديميه المقاولين العرب الف وب، كانت مباراه قويه 4-3. عاوز اعرف ادائك عن مجمل المباراه. والله الحمد لله، احنا اول مره نشارك السنه دي، اللعيبه دي لسه عمرها ما فيش 3 شهور في الاكاديميه، اللي هم عاملين النهارده المستوى ده والنتيجه دي مع المقاولين العرب فرقه الف، في دي حاجه بالنسبه لي حاجه ممتازه جدا يعني، الحمد لله يعني. احنا اعتبر النهارده انت اكاديميه لسه بتجمعها من جديد، واللعيبه لسه بنشتغل معاهم، احنا بنلعب بالنادي الاساسي طبعا، نادي المقاولين طبعا، فانا التعريف بقى لهم سنتين بيتمرنوا مع بعض، انا بقى 4 شهور بتمرن، فاللي انا ابقى مغلوب 4-1 وارجع للنتيجه وكنت هتعادل، فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا يعني، الحمد لله يعني. كابتن احمد، عاوز اشوف رايك عن دوري منطقه القاهره السنه دي. لا والله دوري ممتاز طبعا، دوري حلو منظم، كابتن احمد حسن عامل شغل جامد قوي هو والرجاله بتاعته بصراحه، والمنطقه كويسه، وطبعا اللعيبه اللي معايا دي كلها الفضل يرجع لكابتن كاستيلو، فهو ممكن يتكلم بالنيابه عني يعني. مع نجوم فريق المقاولين العرب واكاديميه المقاولين العرب على صوت الناشئين قناه الصحه والجمال مع الكابتن محمد عبد الله. معنا الكابتن كاستيلو المدير الفني لفريق المقاولين العرب مولد 2009. اهلا بك كابتن كاستيلو. اهلا بك حضرتك. كابتن كاستيلو، النهارده اداء رائع، شايف سيف يعني بيبكي رغم اداءه المميز في الشوط الاول، هنشوف ارائك عن هذه المباراه. الشاب ولسه صغير، لسه طالع، فمحتاج لسه تمارين كتيره وخبرات لسه، هو يمكن عشان اول ماتش ليه خايف، فلسه اللي جاي كتير يعني. انا عندي سيف يعني من احسن اللعيبه عندي، واللعيبه كلها كويسه النهارده، شرفوني يعني. النهارده كان لقاء كويس مع كباتن المقاولين المحترمين وفرقه كويسه، اللاعبين مقاولين الف دي فرقه يعني جايه من الاختبارات، لعيبه كويسه، فكويس ان اللعيبه دي تلعب بالماتش 4-3، لعيبه كويسه معايا، لعيبه كويسه الحمد لله، النهارده شرفتني يعني. شايف ان المستوى هيزيد بعد كده وحاسس انها تحقق نتائج طيبه الفتره الجايه؟ والله السؤال ده يتقال للعيبه في التمرين، اللعيب اللي بيشتغل على نفسه كويس اكيد بيلعب في الماتش كويس، اللعيب اللي بيسمع كلام المدرب اكيد برده بيبقى كويس، فاللعيبه لازم دايما تشتغل على نفسها، هم سامعيني ودايما بتكلم معاهم في كده، انت اللي بتشتغل على نفسك، المدرب بيقف على الخط.
طبعا كل الشكر بنوجهه طبعا زي ما قلت في البدايه لمجلس اداره نادي المقاولين العرب. بنشكر الكابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين على المجهود في استقبال واستضافه مهرجان براعم منطقه القاهره. طبعا بنشكر الاستاذ حماده الشربيني، الكابتن ايمن حسان، كل المنظومه المحترمه في منطقه القاهره. وطبعا معايا ضيف برعم من البراعم المبشره بالخير. اولا هتعرف بيك يا محمد الاول، وعرف الساده الجماهير بيك والمشاهدين. محمد تهام، ازيك يا محمد؟ الحمد لله يا كابتن. بدايتك كانت في الاهلي يا محمد مش كده؟ اه طبعا. لعبت كام سنه في الاهلي؟ 3 سنين. والسنه دي انت لسه في انضميت لنادي المقاولين العرب؟ اه طبعا. انا عارف ان انت في المستوى به، لان انت لسه جاي ما لحقتش القيد فدخلت به. لكن انت يعني مبشر بالخير يا رب. يعني انا بسال كابتن هيثم جيوشي دايما ورشحك ان انت تكون من البراعم الجميله. طب انت طموحاتك يا محمد، يعني ايه الفرق كده بين نادي المقاولين ونادي الاهلي؟ حاسس بايه يعني؟ هل انت سعيد ان انت في نادي المقاولين؟ اه طبعا. هم طبعا فريقين كبار جدا، فريق الاهلي وفريق المقاولين، وهم اعظم فرقتين في القاهره. ويعني بس انا مشيت من الاهلي، كان اي لاعب بيلعب في الاكاديميه كانت بكون طموحه ان هو يطلع قطاع، وانا كنت بلعب الدوري كله. وكابتن عبد النبي، الدكتور عبد النبي عاشور، كان مرشح 4 قطاع الاهلي، وانا كنت من ضمنهم، بس كان في اليوم ده كنت تعبان وما حصلش نصيب. الله عليك يا محمد. اولا انا يعني انا سعيد بيك، وان انت في السن ده. شكرا يا كابتن. بتشيد بقلعتين كبار وانديه كبيره زي النادي الاهلي ونادي المقاولين العرب. لكن يعني انت طموحاتك، انت شفت محمد صلاح اتفرج على مباراه ليفربول؟ اه طبعا. كابتن محمد صلاح وكابتن محمد النني طالعين من المقاولين العرب. بس انا عامه يعني كمثل اعلى ليا هو كابتن محمد صلاح وكابتن محمد النني، طريقه لعبهم ازاي طريقه لعبي، فانا يعني عامه مثلي الاعلى بيكون ابو تريكه. ابو تريكه طبعا امير القلوب يعني. انت يعني بتحلم بالاحتراف في الخارج لما تكبر كده؟ اه طبعا ان شاء الله لما اكبر يكون ليا فرصه في الاحتراف. بتفكر انت في الاحتراف؟ اه طبعا. اي لعيب كره بيكون نفسه يحترف. المدربين كده اللي حسيت ان هو يعني بقى واخد محمد بقى كده، لان انا عرفت انت مشيت من النادي الاهلي بسبب ان المدرب بيقعد يزعق، فانت يعني انا عارف الحاجات في الكواليس كده، وما حبيتش تستمر في النادي الاهلي عشان قلت لي الطريقه مش عجباني والمعامله مش عجباني. حاسس في فرق بين المدربين نادي المقاولين كده، في احتضان كده وفي توجيه؟ طبعا في احترام، ويعني كابتن هيثم جوشي كابتن محترم وفنياته عاليه قوي، وهو باين من طريقه تدريبه وتدريبات كويسه يعني حاسس انت بتستفاد مع الكابتن هيثم جوشي. اه طبعا هو كابتن كبير. مين بيعجبك كده في المنتخب مصر او في الانديه، انديه مصر، مين بيعجبك من اللعيبه؟ بحس ان مثلا دلوقتي مثلا مصطفى محمد. دلوقتي يعني انت كنت قديم شويه ولا حاجه؟ يعني انت كنت بتتفرج لا اه طبعا بتفرج على اللعيبه القدام. زي مين؟ مثلا عامه كل بتفرج على كابتن ابو تريكه وكابتن حازم امام. الله عليك. طب مين بقى في الوقت الحالي بقى بيعجبك؟ عبد الله السعيد يعني، بس هو خلاص يعني بدا يكبر يعني. ثم طبعا هم الثلاثه لعيبه كبار جدا. طبعا طبعا. طيب محمد، يعني انا يعني انت مديني مساحه قوي يعني، طريقتك جميله وانت بسم الله ما شاء الله عليك، يعني عارف قعدتك قعده نجوم كبيره كده، مبشر بالخير يعني. يعني انا يعني عايز اسالك سؤال ممكن يكون يعني مش عارف هتجاوبني عليه ازاي. لو جالك دلوقتي يعني لما تكبر كده وتبقى نجم، لو جالك نادي غير المقاولين العرب ممكن تلعب ولا تستمر في النادي وتحترف خارجيا بس؟ يعني انت خلاص صعدت للفريق الاول. طالما عملت حاجه في المقاولين فانا هكمل فيها، لكن لو فرصه احتراف لا هحترف بصراحه. احتراف خارجي. لكن لو في مصر لا هلعب في المقاولين. المقاولين العرب. المقاولين قلعه كبيره. اه طبعا. قلعه كبيره. زي ما قلت لحضرتك هو والاهلي اقوى فريقين في القاهره. فعلا. محمد انا سعيد بيك جدا. شكرا يا كابتن. وانا بقول للناس انتظروا محمد تهامي. انا اتفرجت عليك، يمكن عرضنا فيديو دلوقتي، بسم الله ما شاء الله لمساتك وتحركاتك في الملعب بتدل عن وعي
وبالفطرة، في لعيب كده محمد بيبقى يعني عارف موهوب بالفطرة. فأنا سعيد بيك وشرفتني، وإن شاء الله نتابعك دايما وتكون معانا دايما وأخبارك معانا، وأنا بشكرك إن أنت نورتنا النهاردة. منورك يا كابتن. مش عايز توجه كلمة للناس اللي بتتعب معاك، بابا بقى وماما و... هشكرهم يعني إن هم بيتعبوا معايا وبس يعني. مين بيدعمك بشكل قوي في بابا طبعا بيخليني يعني إن هو كل حاجة يعني. مثلا جت عليا فترة كنت متضايق من الكورة وكده مثلا، فقلت له عايز أبطل، قعد يقول لي فهو لا ومش هتبطل ومش هتلعب غيرها وهي الكرة اللي انت بتحبها و... زرع فيك العزيمة تاني يعني. فكنت ساعتها كنت ماشي من الاهلي متضايق يعني كده، فكملت في المقاولين والحمد لله يعني مبسوط في النادي. انت نورتني يا محمد وبشكرك ونورتني يا حبيبي. اسمحوا لي اطلع لتقرير من مباراة المقاولين والانتاج الحربي 2004 اللي انتهت بالتعادل 2-2، وهستقبل ضيف اخر لاعب بالمقاولين العرب 2001 زياد طلبه. يعني مباراه بين الثاني والسابع. دينا عكوة، عكوة يا ولد يا ولد يا ولد، سيف، كره جول كره جول كره جول، سيف وتسديده، جول 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 جول، يا سيف يا سيف ويا كريم يا رب، كريم محمود، كريم كريم كريم، ويا طالق العيش مره ثانيه، عكوة جول مره ثانيه، عكوة جول 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 جول، ثالث السنتر ادينا عبد الرحمن، وجول وجول جول 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 جول. لعب الطوليه، لعب الطوليه، لو تعدي كره التعادل، كره التعادل، وهدف التعادل، وهدف التعادل. طبعا ورجعنا لكم بعد التقرير لمباراة الانتاج الحربي والمقاولين العرب في اطار بطولة الجمهورية مواليد 2004 اللي انتهت بالتعادل 2-2. بستقبل ضيفي اللي انا بقول عليه نجم وامل بكرة ومستقبل بكرة، يعني مهاجم المقاولين العرب القادم بقوة، زياد طلبة. اهلا يا زياد. اهلا وسهلا يا كابتن، نورتني النهارده وشرفتني. نورك طبعا يا كابتن، وانا بسعد بيك، وحبيت القي اطلاله على الساده المشاهدين ومحبين قناه الصحه والجمال وبرنامج صوت الناشئين. زياد طلبه مهاجم 2001 احرز 5 اهداف الموسم ده، يمكن اقل عدد في التهديف بالنسبه لك كل سنه، يعني لما بنوصل للاسبوع الخامس العاشر ال11 بتبقى انت جايب 12 و13 هدف. زياد انت كنت في المنتخب مع الكابتن ربيع، اخر معسكر ما رحتوش. اخر معسكر ما رحتوش ليه بقى؟ طبعا دي وجهه نظر الكابتن ما اقدرش اتكلم فيها، بس يعني اديني هو بسعى ان شاء الله ان اكون موجود بشكل قوي. انت كنت من ابناء النادي الاهلي وانتقلت للنادي المقاولين. كان رحت الاهلي، بعد كده مشوا النادي الاهلي، رحت نادي النصر وانتقلت بقى من نادي النصر للمقاولين. يعني بدايتك الاهلي ثم النصر ثم المقاولين. يعني أندية كبيرة كلها، ونادي النصر ده من أعرق الأندية المصرية، لكن في فترات حياتك كده يا زياد يعني مرنت مع مدربين كتير، سواء في الأهلي أو سواء في النصر أو سواء في المقاولين العرب. يعني أنا عايز دايما أقول اللي بيبقى في كل حياة كل لاعب مدرب أو مدير فني كده مأثر في حياته ونقله نقلة كده دعما معنويا فنيا، مين في خلال المشوار ده كله؟ والله يا كابتن انا اللي نقلني النقله دي كان كابتن زيزو. انا طبعا مش بقول كده عشان هو مدربي دلوقتي ولا اي حاجه، بس كابتن زيزو اشتغل معايا بشكل يعني مش طبيعي، وتخصصي معايا انا لوحدي مش ضروري يبقى جماعي، ونقلني نقله الصراحه. كان يعني اختلافات حتى المستوى، كان الناس كتير قوي اشادت بمستواي اختلف من مدربين تانيين من بعد ما كابتن زيزو بقى مسكني. انت يعني اصلا مهاجم.
يعني في كنت بتلعب مثلا تحت راس الحربه، في حد قال لك العب مهاجم صريح؟ هو كابتن زيزو لما جه كنت انا بلعب مهاجم صريح، بس لعبت انا كذا مركز غير المهاجم الصريح، ودلوقتي كمان بقيت عشان احنا عندنا مهاجم برضو كويس قوي مع الفرقه، فبقى بيلعبني الشادو بتاع المهاجم، يعني بقيت اللي هو المهاجم التاني اللي بيكمل. فكان مركز اول مره العبه، لعبت هاف ليفت برضو، كابتن زيزو هو اللي يعني فضل لي المركز ده دلوقتي، فلعبني في كذا مركز واديت الحمد لله بشكل كويس. والله زياد انا يعني انا عايز اقول حاجه كمان، يعني انا عايز اقول للكابتن ربيع ياسين من خلال برنامجي، انا كنت اتمنى اشوف حد من ابناء نادي المقاولين العرب في منتخب الشباب، لان النهارده انا النهارده بيبقى معايا اقوى خط ظهر، احنا النهارده اقوى خط دفاع في نادي المقاولين، عندنا اقل نسبه اهداف دخلت في مرمى نادي المقاولين العرب، واحنا ثالث اقوى هجوم، وثالث اقوى هجوم. لكن انا ما اعرفش اختيارات بتيجي ازاي، لكن انا اتمنى الكابتن ربيع يعني بثق فيه وفي حيادته، عنده حياديه، واتمنى يمكن يكون مثلا فتره معسكر او المباريات الوديه اللي هيسافروها ديت او الدوره الوديه اللي هيسافروا يوم 21 وهيرجعوا 2/12، اعتقد ان هو برضه هيبص على ناس كتير، وانا واثق ان انت هتكون من ضمن صفوف المنتخب لان انت لاعب مجتهد. وقول لي بقى الجون الثاني اللي جبته في الاهلي ايه حكايته معاك وقلعت التيشيرت بتاعه؟ اكيد طبعا جون الاهلي ده غير اي جون، برضه بتلعب النادي الاهلي نادي كبير وكل الناس عارفه ان الاهلي، واحنا كان عندنا مشكله ان احنا ما بنكسبش من الاهلي، ومع كابتن زيزو كانت اول مره نكسب من الاهلي هي السنه دي، فكان الجون طبعا فرحه غير طبيعيه وكبت مش طبيعي الواحد بيطلعه، بس فطبعا احتفلت بقى وقلعت التيشيرت. انا بتمنى لك كل التوفيق يا زياد وشرفتني، ربنا وانا يعني عايزك توجه كلمه لحد بتحبه، حد عايز تقول له انت وحشتني قوي، عايز تقول له ان انا في يوم من الايام هخليك تبقى فخور بيا، لان انا عارف ما يدور بداخلك، يعني معاك الكاميرا هو بتكلم. بس احب اوجه رساله لشخصين، طبعا بابايا هو مسافر، وبقول له ان شاء الله ان انا هبقى حاجه كبيره قوي عشانه قبل اي حاجه، وبلال لعيب كان معانا اتصاب، ان شاء الله ربنا يرجعه لنا بالسلامه، حصل معاه بس كسر في مناخيره واصابه جامده، ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه ويبقى احسن من الاول. شرفتني يا زياد، ربنا يخليك. شرفتني. اسمحوا لي اطلع بفاصل. مباراه انبي واف سي مصر اللي اقيمت في ملعب انبي، بشكر كابتن امام محمدين على كل دعمه للبرنامج، دايما على طول متواجدين معاه في الملعب في انبي، الراجل ما بيخلش علينا بحاجه جدا، ولازم نقول الشكر ليه طبعا. هنطلع بمباراه انبي واف سي مصر 2001، ونرجع نستقبل ضيف من العيار الثقيل جدا 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 جدا، ذئب من ذئاب الجبل، كابتن عبد العزيز مصطفى زيزو المدير الفني لفريق 2001 لنادي المقاولين العرب. بيخلص على طول في منتهى الخطورة، حمدي بيلعب كرة عرضية كانت رايحة والله ليوسف جو، هوبا زيزو توصل تاني ليه فرحان، وفرحان بيلعبها في منتهى الخطورة، وهدف وهدف التعادل والله لفرقة اف سي احمد ايمن في منتهى الخطوره، شيكا والهدف الثاني، ضربه حره على طول فتحي جول. طبعا ده كانت مباراة انبي واف سي مصر 2001، وانتهت بنتيجة يعني انا بعتقد انها مفاجأة، اف سي مصر تعادل 3-3. طبعا اف سي مصر قطاع محترم وعامل نتائج كويسة جدا، انبي بقيادة الكابتن سيد غريب عامل نتائج يعني هايلة،
اسمحوا لي بقى نرجع بقى نستقبل ضيف من العيار الثقيل جدا جدا اللي بسعد بيه وبشرف ان هو يكون معايا، كابتن عبد العزيز مصطفى الكابتن زيزو. اهلا بيك كابتن زيزو. اهلا بيك يا محمد، اهلا وسهلا، نورتنا في صوت الناشئين. يا رب يخليك، تسلم. كابتن زيزو انت تاريخ طويل قوي قوي قوي، وانا يعني انا برجعت للتاريخ كده، انت كنت حاوي ايه ده، انت الكوره كنت يعني زي ما بيقولوا في مغناطيس في رجليك. يا رب يخليك، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. انا عايز كده الناس كده يعني اللي ما يعرفوش والاجيال الجديده، عايزين نرجع كده زي بطاقه تعارف كده للكابتن زيزو، وبعد كده نتكلم بقى في مشكله النهارده، وهي زي تعودنا في كل حلقه كابتن زيزو نناقش مشكله، ومشكلتنا النهارده هتكون تدخلات بعض رؤساء القطاعات مع المديرين الفنيين، زي ما شفنا ازمه كابتن فتحي مبروك والكابتن اشتباكات نادي الزمالك مع فتحي مبروك مع ياسر ريان، واشتباكات تامر دونجا الكابتن تامر عبد الحميد مع سيد حفني حنفي. فيعني عايز بطاقه تعارف كده، انا عارف ان انت من عين شمس ومن ابناء عين شمس، بطاقه تعارف سريعه. بدايه انا من عين شمس، وتم اختياري من مركز شباب عين شمس عن طريق كابتن محمد عبد السميع، وانا عندي 9 سنين تدرجت في نادي المقاولين العرب تحت قياده كابتن محمد عثمان. كان عندنا قطاع ناشئين محترم جدا جدا بقياده كابتن محمد عثمان، كابتن محمد حميد، كابتن عبدين، الكابتن يسر عبد الغني، الكابتن لطفي نسيم، مش عايز انسى حد. تدرجت معاهم، لعبت عندي 16 سنه وانا في فريق اول مع مستر مايكل ايفرت، ومن ساعتها لعبت بقى حوالي 15 سنه في الفريق الاول. حصلت على 4 بطولات مع النادي، بطوله افريقيا وكاس مصر. الحمد لله كنت كابتن النادي، من ضمن كباتن النادي الموجودين. الحمد لله قطاع ناشئين عندنا محترم جدا، النادي كله محترم جدا من اول مجالس الاداره المتعاقبه سواء سابقا او حاليا، كلنا بنتعامل تعامل اسري. يعني احنا في نادي المقاولين العرب بتعامل اسري وتعامل محترم جدا جدا. حبيبي يا كابتن، انت ايه رايك في الظاهره بقى اللي احنا بنتكلم فيها؟ هل انت يعني انت مع الظاهره ديت ولا ضدها يعني، ولا انت شايف يعني نناقشها ازاي يعني نحلها ازاي؟ والله انا سمعت مؤخرا مشكله كابتن فتحي مبروك مع ياسر ريان، ويمكن كابتن فتحي طلع في التلفزيون من قيمه 3 ايام وقال مشكله عابره، ودي قيم النادي الاهلي ان ما يطلعش حاجه بره القطاع، وكان ليه وجهه نظر في حاجه معينه من خلال المباراه، وبعت للمساعد بتاع ياسر ريان، فياسر ما تقبلش الموضوع. عبد الله فاروق ما تقبلش الموضوع وخرج. هو ياسر طبعا انا ياسر صاحبي وحبيبي، هو المفروض كان يتقبل، لان مدير القطاع هو رئيس القطاع، هو بيبقى شايف حاجه انت مش شايفها، ممكن دي حاجه عاديه خالص مش تدخل ولا حاجه، لان هي بتبقى اسره واحده، انت عايز تنجح وهو عايز ينجح. هو خدها من ناحيه ان هو بيتدخل في الشغل، هو عايز ينجح هو كمان، ما فيش مشكله. هو احنا انا هتكلم عن نادي المقاولين العرب، عمرها ما حصلت عندنا في نادي المقاولين العرب بالذات مع كابتن محمد رضوان. محمد رضوان بيديك الصلاحيه الكامله، وفي غرف مغلقه بيبدا يتناقش معاك، وده الصح متهيألي على اساس ان انت ما تبينش غلطك للناس كلها. فعندنا في نادي المقاولين العرب حاجه ثانيه خالص، احنا عندنا كابتن محمد رضوان معودنا حتى لو في ازمات ما فيش حاجه بتحصل الا جوه غرف مغلقه، وبالتالي تحل المشكله. لا طالما جبنا سيره الكابتن رضوان لازم نوجه له الشكر، وهو ملقب بالمنقذ دائما، وسواء كان بينقذ في الدرجه الاولى الفريق الاول، هو انقذ قطاع الناشئين، كنا داخلين في منحدر كبير، لكن هو دائما ملقب بالمنقذ في اي مكان في نادي المقاولين العرب. اعاد هيبه قطاع ناشئين نادي المقاولين العرب الحمد لله، اصبح القطاع يعني على ما يرام، خير ما يرام، علاقاته وقوة شخصيته المحترمة، كل شيء الحمد لله. طبعا بالدعم من المهندس محمد عادل، كل شيء مجاب، وأي مطالبات للقطاع الحمد لله بفضل الله بتبقى موجودة. فأنا اسمح لي أشكره مع حضرتك. أنا عايز أقول كمان حاجة كمان محمد، أن هو من ساعة ما كنا بنلعب، يعني أنا لحقته وهو بيلعب، هو من ساعة ما تغيرش، هو رجل محترم جدا جدا، خدوم ابن بلد، فتحس ان هو التعامل معاه سهل. فعلا. يعني انت غلطان بتبقى انت غلطان قدامه كده، يقول لك غلطك كذا وكذا وكذا وكذا، وتاني يوم تلاقيه صفحه بيضة، هو طول عمره كده. فدي مريحانا ومريح القطاع، مفيش غلطات، مفيش اي حد بيخرج عن النص. فانا بوجه له الشكر برضو من خلال البرنامج بتاعك. وانا معاك يا كابتن. تعالى بقى كلمنا على فرقه 2001 ديت، يعني انا عارف ان انت مسكتها بعد اول 7 أو 8 جولة في الموسم الماضي. صحيح. كانت النتائج يعني سيئه، ما كانش في توفيق مع الكابتن حسام عبد العزيز، اسندت اليك المهمه
وطبعا كنت ماسك 2002، تم اسناد 2002 على ما اعتقد الكابتن محمود العارف اللي يسمح لي بوجه له الشكر، عامل فرقه كويسه وفرقه محترمه 2002. وانا بس اسمح لي طالما ذكرنا محمود العارف بنشكر جهازه كابتن حماده يوسف وكابتن ايمن هريدي مدرب حراس مرمى، وبنشكر الجهاز 2001 الكابتن محمد فوزي والدكتور تامر عادل، وبنشكر الكابتن ايمن هريدي وسعيد صابر الاداري. فعايز اقول ان 2002 كان فيه، انا بس بناشد منطقه القاهره، في فرق بتيجي في منطقه القاهره اعتقد دون المستوى، انه يعني فرقه الكابتن محمود العارف الاسبوع الماضي الشوط الاول 14-0، في اول خمس دقائق في الشوط الثاني يتم استبدال التغييرات كابتن زيزو ويبتدي الواحد تلو الاخر اصابه اصابه الى ان يصل العدد ده. تاني مباراه هو بيواجهها، اتمنى منطقه القاهره تحاول الفرقه ديت يعني اقل مستوى منها تشارك في دوري قوي زي دوري منطقه القاهره. اسمح لي نتكلم بقى على فرقه 2001. قبل ما اتكلم عن 2001 يعني اتوجه بالشكر برضو لمحمود العارف، راجل محترم هو حماده يوسف. اي دعم في اي وقت من لعبته ل 2002 ما بيتاخرش علينا خالص، فبوجه له الشكر. بالنسبه ل 2001 هي فرقه كل مدربين النادي بيهربوا منها فعلا من السنه اللي فاتت. انا بشكرك على صراحتك السنه اللي فاتت، وانا من ضمنهم بصراحه. يعني انا اتعرض عليا اول السنه انا ما رضيتش، اول السنه اللي فاتت انا ما رضيتش. فاما حصل في كبوه فكابتن كان ساعتها كابتن ريعو وكابتن مجدي مصطفى قال لي تمسكها بعد 7 ماتشات. طبعا كل النادي عارف ان الفرقه دي اصلا مش كويسه. المهم اشتغلنا معاها وربنا كرمنا السنه اللي فاتت، فجاء كابتن رضوان قال لي تمسكها. في الاول انا كابتن رضوان يعني اخويا الكبير يعني هو من زمان طبعا اخويا الكبير، ف انا زعلت من كابتن رضوان لان كنت كان نفسي امسك فرقه فيها لعيبه الكوره على اساس ان انا بحب لعيبه الكوره واحب ان انتج مع لعيبه الكوره. فكابتن رضوان مشكورا قال لي بص يا زيزو نشتغل بس مع الفرقه دي جماعيا والفرقه دي هتتحسن معاك. طبعا اتحسنت وبالفعل السنه دي طفره في 2001 يمكن من احسن الفرق اللي في مصر طبعا الحمد لله. يعني دفاعيا احنا احسن دفاع، هجوميا احنا الثالث، فرقه فيها عناصر مبشره لو خدت مع الفريق الاول في الوقت المناسب التوقيت المناسب هيبقوا لعيبه كويسه. انا كان كلامي مع لعيبتي ان احنا فرقه كويسه ولازم تصدقوا نفسكم ان انتوا فرقه كويسه وهتعملوا حاجه السنه دي كويسه. لعبنا 14 مباراه خسرنا مباراه واحده ويمكن المباراه الوحيده اللي خسرناها ما نستحقش ان احنا نخسرها. لعيبتنا عندنا حوالي 21 لعيب 19 لعيب وحارسين، ما شاء الله ال 19 لعيب يقدروا يلعبوا في انديه، مش هقول يلعبوا في مقاولين لكن يلعبوا في انديه كويسه. واخدين الدعم من الكابتن محمد رضوان، واخدين الدعم من المهندس محمد عادل، واخدين الدعم من المهندس محسن صلاح بيسال طبعًا. يعني بيسالوا علينا على طول على قطاع الناشئين. فكل الدعم ده مع فرقه رجاله، هم رجاله فعلا يعني انا ما بقلقش، انا ببقى شد عليهم في التمرين ببقى متعصب عليهم، لكن هم فرقه يستحقوا ان هم يتشافوا كويس. طيب تعال نستعرض بقى الجداول كده يا كابتن مع بعض، نبدا ب 2001 لو تحب. انا اتفرج جداول 2001 معاك. انا لا انا حافظ 2001. طيب احنا عندنا بس كان في 2001 هنقول النتائج النتائج ولا ترتيب؟ احنا قلنا فوز الزمالك. لا ما هو الزمالك متصدر ب 34 نقطه. الاسبوع اللي فات كان المقاولين باي، لعب الزمالك وفاز على الجونه 6-1، والحرس على طنطا 2-1، والاهلي على طلائع الجيش 2-1، وبيراميدز على وادي دجله 1-0، واف سي مع انبي 3-3 في انبي، ومصر المقاصه على الاسماعيلي 2-0، وسموحه والانتاج 0-0. الزمالك عنده 34 بونت، متصدر يعني. انبي في المركز الثاني، انبي 31 بونت، والمقاولين في 29 بونت، والاهلي 27 بونت. تمام. الاهلي الرابع. طيب نروح برضو للنتائج الاسبوع اللي في الماضي. 99 فوز الاسماعيلي على وادي دجله 2-1، والاهلي على المقاصه 3-0، طلائع الجيش على انتاج 2-1، الزمالك على سموحه 1-0، اف سي على المقاولون 2-1، الاتحاد على الحرس، الاتحاد والحرس 0-0، والاهلي برصيد 30 بونت منفردا. طيب احنا معانا برضو يا كابتن زيزو اهداف اف سي مصر والمقاول العرب 99، هنطلع نشوفها ونرجع تاني.
طبعا رجعنا بعد الفاصل، لكن انا بس حبيت اقول حاجه. يعني انا في ماتشات كتير قوي ممكن تهرب منك يا كابتن. انا بوجه الشكر لكابتن مجدي، عامل شغل كبير والله مع 99، كابتن مجدي مصطفى المدير الفني نادي المقاولين العرب. وانا شاهدت المباراه، يعني اللي شاهد المباراه ما يقولش مثلا النتيجه تطلع 2-1 لإف سي مصر، لكن في سوء حظ غريب بيصادفه، يعني يبقى راكب الجيم كويس وضربه جزاء. يعني في مباراه الاتحاد السابقه برضو في الدقيقه 8 من الوقت الضايع يتعادل الاتحاد السكندري. فيعني انا شايف ان ال 99 يعني بتأدي بشكل كويس، لكن هي النتائج هي اللي مش مساعداه. يعني سير المباراه يا كابتن زيزو بيختلف خالص عن نتيجه المباراه. بص يا محمد، وارد في الكوره، وارد في الكوره تبقى كويس قوي وما تمشيش معاك مره واثنين وعشر. المهم جدعانه والرجوله من اللعيبه انها ما تهمتش، يحس ان هم فرقه كويسه وان الكوره مش ماشيه معاهم اليومين دول. يلا ربنا نتمنى له التوفيق في المباريات القادمه ان شاء الله. نتائج 2003 كاب زيزو، وادي دجله والاسماعيلي 1-1. 1-1. الاهلي مع المقصه 2-2. انتاج فوز على الجيش 1-0. فوز الجون على انبي 2-3. تعادل الاتحاد السكندري مع حرس حدود. فوز الزمالك على سموحه 3-2. وانبي 27 بونت. يا ريت الزمالك برصيد 22 بونت، ثم الاهلي المركز الثالث 18 بونت، بيراميدز 17 بونت. 17 بونت. كابتن زيزو، ايه تعقيبك كده على عدم وجود اي لاعب من الفرقه، بالرغم ان في يعني اكثر من خمس ست لعيبه كانوا دائما في معسكرات منتخب الشباب، يعني خالد، عمرو، بلال، يعني زياد. يعني انت شايف ايه؟ هل مثلا كابتن ربيع قال يخوض الدوره الوديه ديت بشكل بالمجموعه ديت ويدور تاني يقلب في اوراقه زي ما بيقولوا في مجموعه اخرى؟ بص، في الاول دي وجهات نظر ولابد تحترم، لكن انا وجهه نظري ان فرقه زي المقاولين العرب عندها 29 بونت في المركز الثالث، فرق بونتين وثلاثه على المركز الاول، فرقه فيها دفاع احسن دفاع، فرقه ثالث هجومي وما بقاش فيها لعيب في المنتخب، انا مش عارف، مش لها تفسير بصراحه. انا بحترم كابتن ربيع ياسين جدا جدا ووجهات النظر، وانا عارف ان هو بيشتغل للصالح العام ودي وجهه نظره وكده، لكن لازم يبص للناس. يعني فرقه ما فيهاش، يعني فرقه داخل فيها اقل اهداف 9 اهداف في 14 مباراه، ما فيهمش واحد كويس. انا بقول من وجهه نظري بقى ان انا عندي احسن مساك في مصر هو احمد خالد. طبعا ده من وجهه نظري. طبعا عندي فراوده كويسه جدا زي تايسون وزياد. عندي في نص ملعب ناس كويسين، احمد ولا بلال ولا اهاب، يعني عندي ناس كويسه. اهاب يعني ناصر. يعني عندي ناس كويسه. وحارس المرمى ده وجهه نظري، غير سيحه، غير محمد احمد سيحه. غير سيحه، يعني انا دي وجهه نظري. ووجهه نظره تحترم، هو ما خدش ده، هو يمكن شايف ان في ناس احق واحسن، دي وجهه نظر تحترم وربنا يكرمه. كلنا في ظهر الكابتن ربيع طبعا. طبعًا وهو طبعًا دؤوب في شغله وبيلف في كل محترم مكان. محترم طبعا. ويمكن الفتره اللي فاتت قال لي انا يعني ان شاء الله باذن الله، هو قال لي في مباراه الاهلي الاخيره اللي جا حضرها، قال لي الفتره اللي جايه هيكون معايا اكتر من لاعب من نادي المقاولين العرب، وانا اتمنى ان هم يظهروا بشكل كويس في خلال الفتره اللي جايه. اتمنى، احنا عندنا لعيبه كويسه، وعندنا انا نسيت اقول عمرو نفس الكلام، الولا ماجد، الولا مانش، يعني عندنا لعيبه كتير كويسه. سالم، عندنا لعيبه كويسه كتير. تمام يا كابتن. في نتائج بقى اللي هي ايه يا ربي، احنا قلنا 2003 و99. قلنا خلاص. طيب انت شايف يا كابتن كده من خلال دور الجمهوريه ده، لبعض الفرق بتتسحب، يعني يلعب ماتشين وينسحب، يعني ما يبقاش موجود، خاصه دوري منطقه القاهره. لا، انا معترض على دوري منطقه القاهره بالنسبه ل 2002. انا شفت المنظر حاجه صعبه، انا شفت ماتشين للكابتن محمود العارف بيكسب اول شوط 15 وبعدين ينسحبوا، دي مش كوره ولا هتفرز لعيب كويس. يعني انت عشان تبقى لعيب كويس تحطه في منافسات قويه، لكن تفرز لعيب كويس
من خلال الماتشات دي؟ لا يمكن ان واحد يبقى اقل مني بحوالي مثلا بعيد قوي بعيد قوي، يعني تكسب 15 صفر في اول شوط وبعدين انسحب ثاني شوط. ما تعمل دوري حتى لو عايز تعمل منطقه القاهره، اعمل دوري فيه انديه مش مركز شباب، لان كده حرام. واعمل برضو مركز شباب دوري ثاني عشان كله يبقى بيلعب، لكن ما ينفعش تحط مقاولين مع فرق. وجهه نظرك كده برضو متفق معاك ان يجب القسم الثاني يبقى مع القسم الثاني، القسم الاول مع القسم الاول، لان يعني زي ما انت حضرتك قلت انا بلعب دوري ممتاز كمقاولين عرب، لازم يكون في انديه تكون في الدوري الممتاز. وخصوصا ان فرقه 2002 عندنا من الفرق المميزه جدا في مصر، يعني فرقه كابتن محمود عارف فرقه مميزه. الفرقه دي لو فضلت تلعب كده مستواها هيقل ولا هيفرز اي لعيب عندنا في الدرجه الاولى. احنا عندنا خمس ست لعيبه في الفريق دوت لعيبه كويسه، لو لعبوا سنه كمان مع فرق اقل كده المستوى هيقل، وده تبقى غصب عن المدرب وغصب عن اللعيب. ما انا شايف فرق قليله. طيب احنا هنطلع برضو عندنا بعض الصور يا كابتن كده، يعني بنقول ان هم ممكن يبقوا مستقبل كويس. يا ريت فيها استاذ محمد تعرض لنا كده الصور. ده مودي 2011 نادي المقاولين العرب، مودي. ده ياسر ناجح برضو مقاولين العرب. احنا بنلقي الضوء بشكل كويس على نادي المقاولين العرب الحمد لله، وفي الطريق برضو للفترات اللي جايه ان شاء الله باذن الله باذن الله. منظومه محترمه طبعا كابتن، وانا دايما يعني بشيد بدور مجلس الاداره ودور مازن محمد عادل ودور الكابتن رضوان، وخاصة اسمح لي اشيد في البرامج كمان الكابتن الدكتور محمد زمزم وكابتن حمدي سيكلا. كابتن حمدي سيكلا طبعا يعني عاملين شغل كويس جدا جدا في البرامج، ناس متخصصه من زمان. انا عن نفسي كابتن حمدي سيكلا دوت من الناس المحترمه جدا جدا اللي يقدر يشوف لك لعيب ويقول ده ممكن يكمل او ما يكملش. كل احترام لكابتن حمدي سيكلا وكابتن زمزم طبعا على شغلهم، واحنا مستنيين حاجه كويسه تطلع لنا فوق وتطلع لنا، واحنا نبدا نشتغل معاهم عشان الدرجه الاولى ان شاء الله. اكيد اكيد مهم قوي التاسيس، ومهم قوي انه يطلع لعيب فاهم غير ما يطلع لك لعيب لسه انت هتعلمه في سن 15 و17 و19 مش هينفع، لكن تاسيسه صح. انا عارف ان كابتن حمدي وكابتن زمزم قد المسؤوليه دي. طيب بيكلموني طبعا جهزوا لي طبعا جهزوا لي الدرع الخاص بالكابتن زيزو. كابتن زيزو هما بيكلموني الدرع، لان احنا يعني مش هنلاقي يعني شخصيه محترمه قد حضرتك. يا رب يخليك يا رب يخليك، نقدر نكرمك بشيء بسيط يعني كدرع اهداء يعني. تسلم. كابتن زيزو انت شايف القطاع ناشئين نادي المقاولين العرب رايح على فين؟ يعني انا بصراحه مع كابتن رضوان انا شايف كل الاحترام والتقدير لكابتن رضوان، عامل منظومه كويسه جدا. بص احنا عندنا مدربين كويسين قوي، مدربين كويسين كويسين على قدر من الاحترام الفنيات كل حاجه فيهم كويسه. فاحنا باذن الله ان شاء الله احنا بنشتغل بقلب، لان احنا كلنا اولاد النادي. اقل واحد قاعد في النادي من 25 ل 30 ل 40 سنه، فبيحب النادي متربي في النادي. احنا كابتن رضوان عامل سيستم معين نظام معين، احنا ما بنخرجش عن النص. مع كابتن رضوان ان شاء الله نحس ان احنا قطاع كويس، وطول عمر قطاع المقاولين العرب انت عارف من ايام زمان قطاع المقاولين العرب هو كويس. كابتن رضوان ده حاجه جميله جدا، لدرجه ان انا يعني من يومين كده انا بشكر بهني الدكتور زمزم على شفاه الحمد لله، ربنا كان بيمر بازمه الحمد لله. يمكن النهارده الاجتماع واللمه ان النهارده الكابتن رضوان والكابتن مجدي مصطفى والقامات الكبيره والكابتن زيزو، القامات الكبيره النهارده لما يعني تلتف كده ونجتمع ونتغدى النهارده مع بعض ويقول الامن قبل اي حد والعمال قبل اي حد. هو ده كابتن رضوان. حاجه مش ممكن. اللي بيميز كابتن رضوان ان هو بيحس بالناس، ودي حاجه مش موجوده في ناس كتير، بيحس بالناس اللي حواليه. مش عايزين نتكلم عن كابتن رضوان، يعني كل قطاع المقاولين العرب، كل قطاع على راسهم طبعا كابتن رضوان، كل قطاع المقاولين العرب متربين على كده. فالحمد لله دي احنا زي ما قلت لك في الاول المقاولين العرب اسره واحده، يعني تحس ان احنا ايه كلنا واحد، ولا عامل ولا مدرب، مفيش فرق. تلاقي العامل قاعد مع المدرب مع الامن بتاع النادي، كلنا اصل احنا بقالنا 25 30 سنه. وانت ورث النقطه دي يا كابتن زيزو، انت من عشاق الحمد لله دايما تقول العامل عندي اهم حاجه، عندي اهم من اي حد. انا اهم حاجه عندي العامل بتاع الفرقه اي مكان. لازم اريحه، لان دوت بيقعد يشتغل 12 ساعه، فانت لازم تريحه حبيبك عشان يدعي لنا.
حبيبي. رب يخليك. حبيبي نورتني وشرفتني وسعيد بوجودك معايا، واتمنى يبقى على وعد تاني. انا عارف انت مقل في الظهور، لكن انا عارف تجاه عشان خاطر محمد عبد الله. يا رب يخليك، يا رب يخليك، وانا سعيد جدا والله العظيم. يا رب يخليك كابتن، وهنطلع فاصل ونرجع نكرم حضرتك بالشيء بسيط. يا رب يخليك. اطلع فاصل. يعني مباراة بين التاني والسابع دينا عكوة. عكوة يا ولد، يا ولد، يا ولد. سيف، كرة جول، كرة جول، كرة جول، سيف وتسديدة. جول 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 جول. يا سيف يا سيف ويا كريم يا رب. كريم محمود، كريم كريم كريم، ويا طالق العاش. مرة تانية عكوة جول، مرة تانية عكوة جول، جول جول. ورجعنا لكم، رجعنا لكم بعد الفاصل. اسمحوا لي اهدي درع صوت الناشئين للكابتن زيزو اللي نورني النهارده وشرفني. ده حاجه بسيطه يا كابتن لوجودك معايا. شكرا. ويعني شرف كبير ليا وجودك. تقامه كبيره. ربي يخليك. وذئب كبير من ذئاب الجبل. يا رب يخليك، يا رب يخليك. سعدت بيكم وان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله هيكون معانا ضيوف من العرض الثقيل ايضا. يا رب دايما ما تنسوش الاعاده الساعه 6 الصبح، ونلتقي سويا الثلاثاء القادم في تمام الساعة 10 وصوت النشيد. شكراً.